ما هو فرحه مستنينا بقى لها اربع سنين برضه. الناس بقى قابلك على هنا وواقفين في البلاد اللي هي جنب المحله كله مستنيين، فكانت فرحه جميله جدا يعني. فالناس المره دي لا في حاجه ان شاء الله حاجه كويسه، وفي حاجات تانية ان شاء الله برضو يعني ممكن في خلالنا كده نتكلم مع بعض هنتكلم. انت هتحضر ازاي للسنه اللي جايه؟ لكن قبل ما نشوف تحضيرك للسنه اللي جايه، انت اتكلمت على صعوبات، وخلينا نتكلم ان جنرال. انت كان ليك خبرات كبيره كمان في الممتاز به، وصعدت بغزل المحله السنه دي، ايه اللي انت ممكن تقوله ان احنا او الصعوبات اللي انت شفتها ازاي يكون حتى الممتاز به يبقى دوري قوي ودوري مريح ودوري نطلع منه لعيبه على مستوى عالي؟ زي ما انت قلت في مواهب، لكن الامكانيات والصعوبات، احكي لنا ازاي يبقى الممتاز به كمان بيبقى تكمله للممتاز الف، يبقى عندنا زي مثلا الدوري الالماني البوندز ليجا واحد واثنين ودلوقتي في ثلاثه، المنظومه دي تتعمل ازاي؟ وانت رؤيتك ايه للقسم الثاني؟ بص، الدعم المالي رقم واحد، دعم مالي لازم النهارده. الانديه في انديه ما بتبدا بالصفر طبعا، في ملاعب ما ينفعش يتلعب عليها، يعني يبقى مفروض الملاعب ديت الاستادات بتاع المحافظات. ايوه، انت لازم نشوف لها حلول. انت بتتكلم مثلا على فلوس ندخل، يبقى الاتحاد الكوره مطالب انه لازم يكون في ميزانيه. اكيد طبعا، اكيد حاجة. النهارده ما هي في ميزانيه، بس أيوة ميزانيه ضعيفه جدا يعني النهارده ممكن تدي مثلا لفرقه 50,000 جنيه يقول لك مش هيعمل له 5,000 جنيه، عشان هو كمان بطبيعه الحال برضه بيبص بره يعني. أكيد شايف طبعًا. أكيد. لكن هو لازم يتوفر ميزانيه كويسه يبقى في مثلا نقل تلفزيوني، ممكن بس التلفزيوني لازم يجيب، ممكن يبقى في تدعيمات برضه للانديه ديت، شركه رعايه تاخد حق فالحاجات دي كلها المفروض تتعمل. مفيش الكلام ده خالص في الدرجه الثانيه، انت ومجهودك بقى وانت شغال بقى كده. وبرضه الاتحاد برضه عينه برضه شويه مش على الدرجه الثانيه قوي يعني مركز قوي على دوري المحترفين والكلام ده. فالحاجات ديت برضه بتقابل فيها صعوبات جامده جدا الفرق اللي هي تحت.